بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد ابن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 4351. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمر بن القعقاع عن شبرمة أنا عبد الرحمن بن أبي نعم أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض. أديم جلد، يعني مقروض يعني مدبوغ، يعني لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وابن حصن وأقرع ابن حابس الخيل، الرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن حق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، يعني عظم الوجه بارز والعينان غائرتان يعني داخلتان، ناشز الجبهة، يعني ناشز نشوز هو خارج الجبهة، يعني جبهته بارزة، يعني المرأة الناشز هي التي ترتفع على زوجها وتعصر زوجها، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس، أن أنقب قلوب الناس، يعني يفتح قلوب الناس فيرى ما فيها، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مخف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، من ظهره أو من نسله، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينزل في القلوب، يعني وده أبو الخوارج، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، الرمية اللي هي الهدف، يعني الإنسان المفروض يصيب الهدف، والهدف هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يجاوزون إليه الهدف. فالناس من يقصر عنه اللي هم أهل التفريط في الطاعة، ومنهم من يغالي كالذين يكفرون المسلمين بالكبيرة والإصرار على الصغيرة. وأظن قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قتل عاد وهو الراجح. يعني وطبعا أبو الخوارج، واستشكل لماذا لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله، مع أنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم طبعا ظهروا في خلافة علي بن أبي طالب في موقعة صفين بين علي ومعاوية، ولما طلب أتباع معاوية التحكيم وقبل علي التحكيم، فنجمت الخوارج تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. وقاتلهم علي بن أبي طالب في معركة سمى النهروان، كانوا 6000، وأرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس فرجع ب2000، بقى 4000.
قتلهم بالنهروان، فقتل 2000 وبقى 2000. وهنا إشكال، لماذا لم يأمر نفسه السلام خالد بقتل هذا الرجل، مع أنه قال يخرج من ضئضئ هذا، وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. فالجواب إن هذا الرجل يعني نفسه السلام يعني أمر بقتالهم أو رغب في قتالهم لما قتلوا ولما سفكوا الدم دماء المسلمين يعني في عهد علي بن أبي طالب. وقيل له أمنافقون هم؟ قال منافقون لا يذكرون الله إلا خليلا. وقيل كفرهم؟ قال من الكفر فروا. ولكنهم لما سفكوا الدم الحرام قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قولوا عن عمار بن القعقاع أي ابن شبرمة بضم المعجم والراء بينهم وحدة ساكنة، حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد، ونعم أو نعم بضم النون وسكون المهملة، بذهيبة تصغير ذهبة، وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة، وقال الخطبي على معنى القطعة قطع الذهب يعني. وفي نظر أنها كانت تبرا، وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات وفي معظم النسخ من مسلم بذهبة بفتحتين بغير تصغير، ذهيبة أو ذهبة كان في صحيح مسلم. قالوا في أديم مقروض أي مدبوغ بالقرض، اللي هو الشابة يعني، غير اللي بيدبغ بالملح يعني. لم تحصل من ترابها أي لم تخلص من تراب المعدن، فكانها كانت تبرا وتخليصها بالسبك، يقعد عليها نار حيث أن تخرج الشوائب. قول بين عيينة ابن بدر كذا نسبه لجده الأعلى هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري. وأقرع ابن حابس قال ابن مالك فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد ينزعان عنه في غير النداء، غير نداء ولا إضافة ولا ضرورة. وقد حكى سيبويه عن العرب هذا يوم اثنين مبارك، وقال مسكين الدارمي ونابغة الجعدي أي في الجعدية. وقد تقدم ذكر عينة والأقرع في غزوة حنين، وقد مضى في أحاديث الأنبياء، ويأتي في التوحيد من طريق سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم بلفظ، والأخرى ابن حابس الحنظلي ثم المجاشعي. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم يعني أعطاهم يتألفهم، واعترض عليه من يجهل يعني الحكمة يعني في ذلك، وقال نحن أحق بهذا مثلا يعني منهم. قول وزيد الخيل أي ابن مهلهل الطائي، وفي رواية سعيد بن مسروق وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له، كرائم يعني الخيل النفيسة يعني الغالية، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بدل اللام، وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قول والرابع إما علقمة أي ابن علاثة أو علاثة العامري، وإما عامر بن الطفيل هو العامري، وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب ومن أكابر بني عامر، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر ابن الطفيل. وأسلم علقمة فحسن إسلامه، واستعمله عمر على حوران فمات بها في خلافته. وذكر عامر بن طفيل غلط من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك. قول قال رجل من أصحابه لم أخف على اسمه، وفي رواية سعيد بن مسروق فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال إنما أتألفهم، والصناديد جمع صنديد وهو الرئيس. وطبعا يعني سهم المؤلفة قلوبهم يعني أو إعطاء المؤلفة قلوبهم بيبقوا ناس رؤساء في قومهم يرجى يعني بتحبيب في الإسلام، دخول أتباعهم في الإسلام، أو يحفظون ثغور من ثغور المسلمين، ففي مصلحة الإسلام يعني في تألفهم. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي رواية سعيد المسروق أن صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك عقب قول الخارجي اللي هو أبو الخوارج الذي يذكر بعد هذا هو المحفوظ، تنبيه هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين. تانية كانت في تقسيم غنائم هوازن، إن الشباب من الأنصار يعني قالوا يعطي
النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم. ولكن هذه قصة أخرى، أن لما علي أتى بالذهب أو الذهيبة قسمها بين هؤلاء الأربعة أيضا لتأليف قلوبهم، ف يعني قال هؤلاء هذا الكلام، وظهر هذا الرجل يعني أبو الخوارج وقال هذه الكلمات. تنبيه، هذه القصة غير قصة متقدمة في غزوة حنين، ووهم من خلطها بها واختلف في هذه الذهيبة، فقيل كانت خمس الخمس وفي نظر، وقيل من الخمس، وكان ذلك من خصائصه أنه يضعه في صنف من الأصناف للمصلحة، زي الفيء، يعني حكم الخمس زي الفيء، يعني اللي هو بتقسم أربعة الأخماس الغنائم على الغانمين والخمس لله ورسوله، فيضعه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حيث شاء في أي صنف من الأصناف وحسب ما يراه من المصلحة. وقيل من أصل الغنيمة وهو بعيد، وسيأتي الكلام على قوله من السماء في كتاب التوحيد. قوله فقام رجل غائر العينين، وزن فاعل من الغور، والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة، وضد الجحوظ. الجحظ اللي هو العينين خارجتين، والغائرتين يعني داخلتين. مشرف أي الوجنتين، أي بارزهما، والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين، عظم الوجه يعني أو الخدين. قوله ناشز أي مرتفعها، ناشز الجبهة. في رواية سعيد بن مسروق ناتئ يعني خارج برضو أو ناشز الجبين، أي أنه يرتفع على ما حوله. محلوق، محلوق الرأس، وذلك من علامة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم. سيأتي في أواخر التوحيد من وجه آخر أن الخوارج سيماهم التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكان طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم. قوله أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، في رواية سعيد بن مسروق فقال ومن يطع الله إذا عصيته. وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، كما تقدم صريحا في علامات النبوة من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري، وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي، وقيل اسمه حرقوس ابن زهير السعدي، وسيأتي تحرير ذلك في كتاب استتابة المرتدين. يقول هذه الرواية الاحتمال أن يكون كل منهما سأل عن ذلك. قوله ألا أضرب عنقه، قال لا، لعله أن يكون يصلي، في استعمال لعل استعمال عسى، عسى أن يكون يصلي، نبه عليه ابن مالك. وقوله يصلي قيل فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك الصلاة يقتل وفيه نظر، والحكم بيأخذ من مجموع الأدلة في المسألة مش من دليل واحد بعينه. أن أنقب بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة، أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم. كما قال عمر من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيحكم بإسلامه ويعطى حقوق المسلمين. قد يكون منافقا في الدرك الأسفل من النار، ولكن تعاملات الدنيا يتزوج من المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، يعني ويرث ابنه المسلم نتيجة للظاهر، ولكن قد يكون منافقا يعني يبطن الكفر. وده له شواهد كثيرة، يعني قصة خالد لما قال الناس صبأنا وقتلهم خالد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ لك ما فعل خالد. وقصة أسامة لما الرجل تشاهد فقتله أسامة، وقال إنما قتل يعني خلاها تعوذا، فقال هلا شخخت عن قلبه. فأمور الدنيا بتجرى على الظاهر، أما الباطن فيكل إلى الله عز وجل. قال القرطبي إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولا سيما من صلى، كما تقدم نظيره في قصة عبد الله بن أبي وابن سلول رأس النفاق لما كثر يعني غدره، فقيل له اقتل ابن أبي، قال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وده طبعا في رد على الذين يعني يقتلون المسلمين بالظن أو بعدم قياس المصالح والمفاسد، كما يفعل
يعني ما يسمى بتنظيم داعش، انهم يذعرون الناس ويثيرون الناس يعني عليهم. وقال المازري يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الرجل الطعن في النبوه، وانما نسبه الى ترك العدل في القسمه، وليس ذلك كبيرا، والانبياء معصومون من الكبائر بالاجماع. واختلف في جواز وقوع الصغائر، او لعله لم يعاقب هذا الرجل لانه لم يثبت ذلك عنه بل نقله عنه واحد، وخبر واحد لا يراق به الدم. هذا كلام طبعا ضعيف يعني. وأبطله عياض بقوله في الحديث اعدل يا محمد، فيدل أنه شافه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، فخاطبه في الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله، فالصواب ما تقدم أنه لم يقتله. إما يعني لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، أو لأنه يعني صلى الله عليه وسلم وجد أنه لا مصلحة في قتله، مع أنه قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من ظهره ومن نسله قوم يعني يحقر سلطة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، وقال يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمي. قوله يخرج من ضئضئ كذا الأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية مهموزة ساكنة، وفي آخر تحتانية مهموزة أيضا، في وقت كشميني بصادين مهملتين صئصئ. فأما بالضاد المعجم فالمراد به النسل والعقب الأولاد يعني. وزعم ابن الأسير أن الذي بالمهملة بمعناه لي صئصئ. وحكى ابن الأسير أنه روي بالمد بوزن خنديل، وفي رواية سعيد بن مسروق في حديث الأنبياء أنه من ضئضئ هذا أو من عقب هذا. قول يتلون كتاب الله رطبا، في رواية سعيد بن مسروق يقرؤون القرآن، قول لا يجوز حناجرهم، تقدم شرحه في علامات النبوة. لا يجوز الحناجر يعني لا ينزل في قلوبهم ولا ينتفعون به ولا يفهمونه، ويأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. قوله يمرقون من الدين في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام، في رد على من أول الدين هنا بالطاعة، وقال أن المراد أنهم يخرجون من طاعة الإمام كما يخرج السهم من الرمية، وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء والخروج على الأمراء والحكام الذين يحكمون بشرع الله عز وجل. والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجر، وأنهم بفعلهم هذا يخرجون من الإسلام بالكامل. ولكن هو في الواقع أن بلد الخوارج ما هيش مكفرة، يعني ليسوا كفارا، يعني من أعتقد يعني كفر المسلمين ليس كافرا. ولذلك خطرهم الآن يعني أقل من خطر الشيعة. الشيعة يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويسبون أمنا عائشة ويعتقدون تحريف القرآن، ولكن العالم كله قائم على الخوارج، لأن الشيعة بينهم وبين الكفار يعني يعرفون على مدار التاريخ أن الشيعة يقصدون هدم الإسلام، وأنهم دائما يعني مع الكفار ضد أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ. ولكن تجول العالم كله ضد ما يسمى بداعش، ويغفلون يعني عن الشيعة، بل يمكنون الشيعة كما يمكنونه الآن في اليمن وفي العراق، فهم يمكنون الشيعة بأنهم أشد خطرا على الإسلام من الخوارج. يقول وزاد سعيد المسروق في روايته يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المغيبات فوقع كما قال. قوله أظنه قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية سعيد المسروق إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولم يتردد فيه وهو الراجح. قوله قد استشكل قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم، مع أنه نهى خالدا عن قتل أصلهم اللي هو ذو الخويصرة، وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف كما حدث في زمن علي بن أبي طالب، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه. وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في علامات النبوة، واستدل بها على تكفير الخوارج، وهي مسألة شهيرة في الأصول، وسيأتي الإمام بشيء منها في استتابة المرتدين. طبعا رجح أنهم ليسوا كفارا، ونفس علي بن أبي طالب لما قيل له أكفار هم قال من الكفر فروا،
فقيل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهم كانوا معروفين بكثرة الذكر. قال الإمام البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج أنه قال قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت، قال وأهدى له علي هديا، يعني يمكث يعني حراما يعني محرما يعني لا يتحلل يعني كما تحلل من لم يسق الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن حميد الطويل أنه قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة قارم الحج والعمرة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة هم في البداية أهلوا بالحج، ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فصار قارنا والصحابة أهلوا بالحج، فالذي لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وأن يفسخ الحج إلى عمرة ثم يحرم بالحج في يوم 8 يوم التروية. قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا كان معه أيضا هدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك لي فاطمة، يعني قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا سائقين الهدي. الحديث الرابع حديث جابر في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة الوداع، وقد تقدم السندين المذكورين في كتاب الحج وتقدم شرح هناك، وقوله هنا وقدم علي بسعايته يعني ولايته على اليمن لا بسعاية الصدقة، قال نويت مع غيره لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في صحيح مسلم. في قصة طلب الفضل بن عباس أن يكون عاملا على الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، فالصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والله أعلم. فنقف عند باب غزوة ذي الخلصة، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.